سي محمد واش بخير؟ من خليتي البيكو؟ لا لا واحد حدا اليوم مشات الله صحيح صحيح مزيان يلا سيدي اليوم الحد ان شاء الله في الطريق غادي للحد ايمولاس مع المجموعه ديال الدرجه الذهبيه لترودنت اذن الاخوان معنا سي سعيد هرماس يوسف مسكال الهند يونس نجاتي صامح يوسف سيركو الزيف الحاج جيتهم زين لان هذا هو الفريق وعندنا واحد الضيف جديد اذا حنا تقريبا 13 نور الدين معنا عبد العزيز غادي يجيب السياره ديالو غادي يهز لينا المؤونه ان شاء الله غادي نتغداو حد يبولاس وندوزو النهار تما غندوزو على السبته فراوتن ونرجعو على افنسو العشيه كاين شي واحد الدور هيك باقي هيك الله سطح سطح تارود انت يلا اسف يا يونس تبارك الله بو يونس اسي يوسف وسيف جليل واه تحيه يلا سيدي يلا بالصحه ابو بكر ديالنا فهم تمالك تمالك يلا يمولس بلاصه يمولس سلامه يلا زيد 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 يلا سير سير ها سير ها سير سير ها سير 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 مسكين سير, سير. طلع يلا سير مس يلا يلا ترى هاي مولس يلا سير ها طلع يلا صباح سبعة إن شاء الله طريق مولس والله القائد القائد الكبير يلا سيدي احنا الله
صحتكم فيديو صحتكم 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 اقدر ياسكم يلا الزعيم مال هذاك الشيء يلا على السلامة على سلامتك انت حدا دار فورستي اش خاصك نور الدين اش تقلب العقل يلا وعلى السلامة يلا سيدي على سلامتكم يا اخا مزيان خاطرني راه ساهلة طلع عارف هي ساهلة
وين مني؟ واش كاين الماكله وكاين سيف طوموبيل وقال لي زعما تقول مستعد يقول لك مستعد سمع الرمص مستعد سمع الرمص انا غادي بغيت هو هو كيعطيك القوات ها هو هذا الدور القائد انا على قدره انا غير مستعد يلاه سيدي صحه عليكم ومحمد محمد شكون هو محمد؟ لا ماشي ابيض كاع سي خوش ولا بحال الشبح خوش عشيتي اللي مولي واخد غادي الشحمه مشات هذا السيد بخير خوش هذا تبارك الله واحد بدا كيبان سيتي تا هو والو ياسين ها ياسين صحكم جاي ياسين ها استاذ ياسين ها سي المصا ها استاذ ياسين شوف لي كيدير المشاكل كيدير تحية للسي عطير الله يلا تبارك الله عليك داكشي زين والله يعطيك الخير لولا كما وصلنا الى هنا كنت معنا سي سعيد مصطفى تكون لي هنا هو دير لي بنت لا ما نسمح لي كنجيب لك الكانون دار عندك هنا دابا انا طريق ولا الطريق ولا الاخوان وايا وايا سير داكشي كاشو تعطلني تعطلني ها السنور الدين ديالنا الغزال ها هو خلطني لا كارطون بوان ها امبي معقول والله العظيم ذكرت مشاو دابا كيفاش عمرو هادي مشات طلعتيها وقف ديك الساعات نسيت صافي خصني واش بغيت دير دروك اش غندير لي دار الله ما بقاو تصور ما بقاو بوزات يلا ديبان يلا معليش حنا تصور مزيان اش خرجت مزيان سبعة ونص طلقنا سبعة وربع تمالك Bon courage.
واش بدلو الطاجين مازال بجوج عندهم هز خلي انا نقولوا له بلوك عري بعدا نشوفوه بعدا انا نشوف هذاك بعدا كي داير واه هرب جدي الطاجين تبدلوه عري الطاجين صافي يلا مقبول يلا اش يا ما عجبنا هذا يا ما عجبنا ما عجبنا الطاجين باش ما نسد جيب الكرسي السي ابراهيم يلا في بطاطا جناب انا 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 يلا زيد السي ابراهيم هو الكرسي وانت زي انا هاتي ها المكان يلا سيدي مرحبا بكم المعروضه فيها خير الى عرض عليكم شي واحد استجبوا للدواء صافي هذا هو الشعار مول بشكليت لا لا الشعار مول بشكليت هو هذا لا عرض عليك شي واحد عرض عليك شي واحد لبي الدعوة لبي الدعوة ماشي جاي وليتي مستلسي ها الوقت بلانيا تلميذ نجيب ها هو راه عرفها شحال مره وقعت لينا هذا كيقول لهم لا وحشومه حتى نجي انا تنقول له زيد واحد درنا نفطروا بزز من هو لقينا في ازرو ايه طيب هذا الطوموبيل لكم الاخوان تعرفوا بزز درنا نفطروا بحال هكا بكم مرحبا بك السي هاني ها مرحبا بك راه خرجت اليوم يا شتي كانت في مولات والله راه عظيم هذا اللي وصي عبد العزيز كي داز عندك النار الحمد لله رائع لا قصر هذا بخير الحمد لله هذا مخير الله ها هو ها مول الحديد ها هو اللوجيستيك ها هو كلشي الله يرضي عليك الله يرضي عليك يلا سيدي مرحبا بك والله راه هلقيت معايا ها هلقيت معايا سيدي الرحاب سيدي كنقول لهم انا دواء عرض عليك شي واحد شعار مول بيكالا واحد الخبز زعما صدقت لينا هاد القضيه صدقنا بايتين ونعسين مزيان راكم وصلنا تاع البنك الله 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 الله
صميم الدعابة مع الإخوة صراحة فقط داخل المجموعة وليس خارجها. اليوم كان عندنا ضيف في هذه المجموعة، هو ضيف عزيز وفاجأنا بحضوره سي بوكر. نعتبر إن شاء الله مستقبلا أن يكون عضوا نشيطا، وإن اليوم أخذ دراجة رغم عدم اكتمال جاهزيتها وانه كان في الموعد لانه اخترق الشعاب والصعاب ووصل الى حد ايمولات. اذا اليوم انت رجل هذا الحجه السي سعد. الاخوه اللي كانوا سبب في هذا اللقاء الفجائي، السي سموح منذ الانطلاق وكان يفاجئنا بالذهاب عند اصدقاء من طريق ديال الترحاب، ولكن ظروف ديال الاخوه وفي الاخير صراحه سي حفيظ صراحه قمه الكرم لدى الاخوه في منطقه منتاكا، ناس عزيزون على الجميع، كرماء بمعنى الكلمه. شكرا لك وجزاك الله خيرا. Thank you.
شي مشكل. هي راه شتو شتو طريق الى تمالكت اخواني يلا جايين راجعين دروك ان شاء الله لتارودانت. الله يعطيك الصحه.